سكشن ماشي كده؟ ماشي كده. بترفع خبر النهارده يشارك في تفاصيل التسليم. يا ابني خلاص كده؟ ان شاء الله انتوا قلت لكم الشيت اللي هيتقدم النهارده ما تنفيش الشيت اللي النهارده اللي هو امتحان محمد رمضان سالني موضوع الرجاله احنا اول خطوه كان كونكريت دايمنشن صح كده؟ اللي هي موضوع ال 30 محمد رمضان بيقول لي 30 صح ولا غلط؟ قلت له لا هي طبعا مش صح 100% الصح المفروض كل ما البحر يزيد كل ما السمك بتاع البلاطه يزيد تقسم على كام؟ احنا المره اللي فاتت تقسم على كام؟ 16 14 قلناها خلاص؟ طيب انا نفترض قلنا افترض انت متحمس نوع ومش عارف تتصرف تسمع على كام قلنا بتاخده كام؟ 30 بناء على اللي قال 30 لان معظم الشغل بتاعنا البحور بتبقى كام؟ 5 متر 6 متر اقسم على 14 16 هتلاقي قريب من كام؟ 30 لكن مش صح 100% لان كل ما البحر يزيد غصبا عنك سمك البلاطه لازم يزيد اتفقنا؟ وانت في الاول والاخر لازم تسيف القطاع بتاعك خلاص؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه انت عندك في حاجه اسمها هنتكلم فيها دلوقتي بقى اير سكشن وفي ووتر سكشن. في قطاعات اصلا غصب عنك القطاع هيزيد. يعني بدل ما كان 30 او 25 القطاع هنشوفه دلوقتي مش هيسافر معاك اصلا فهتزوده. هل نزود بقى الخزان كله؟ دي اللي هتكلف النار. اتفقنا اللي هو ماشي اتفقنا؟ احنا عارفين يا رجاله والله خلاص. يبقى تزود في سكشن عدناه. موضوع اللودنج انا عارف ان هو متعب هو اصلا خزانك كلها والرخامه كلها فين؟ في اللودنج. عدت اللودنج صح يعني جبت اللودنج صح هتلاقي كله ان شاء الله سهل. هنتكلم بقى على موضوع مين؟ الديزاين. ماشي كده؟ رقم 4 ديزاين اوف سيكشن. لقيت الناس تطلع ورا بالغير ماشي كده؟ ديزاين اوف سيكشن. احنا الخطوه اللي قبل كده اللي هي قبل الخطوه رقم 4 موضوع المونت ماشي كده؟ المونت هنا في الخزانات احنا كنا بنجيب ايه يا رجاله؟ بنجيب حاجتين اثنين بتجيب مومنت وتجيب نورمال. طب انا لو عندي خزان ايا كان التفاصيل بتاعته الخزان بتاعك موجود اهو في سبورت هنا في سبورت هنا في سبورت هنا في سبورت هنا شكل المومنت رسمته شكل المومنت هنا رسمته شكل المومنت هنا رسمته وهكذا صح كده يا رجاله؟ طيب في لف المومنت كنت عملت ايه كمان؟ في سبورت السبورت اهو النورمال في تنشن طبعا تعرف تحددوا ايه الفرق بين تنشن وكومبريشن ماشي كده؟ وهنا مثلا في تنشن طالما الميه من جوه يبقى هنعمل لك تنشن على الارضيه. بتعمل ايه بقى في معلم في هنا؟ فانت عندك بقى تصمم القطاع في عندك قطاع رقم واحد الناس تركز معايا وفي قطاع رقم اثنين في الحيطه وفي قطاع رقم ثلاثه وفي قطاع رقم اربعه. كل قطاع فيه مومنت وفيه نورمال ماشي كده؟ طيب انا بس باكد معاك ان الميه بتاعتي موجوده فين؟ جوه الخزان ماشي كده؟ طيب سيكشن رقم واحد الشد بتاعي في القطاع هنا بره القطاع بره الميه بره ولا جوه؟ بره. يبقى انا عندي هنا قطاع رقم واحد لو جيت تاخد قطاع القطاع ده عباره عن حيطه، حيطه واقفه اهي. المومنت بتاعي دين السهم فين؟ بره بره صح كده؟ والضغط لجوه دي جوه ودي بره فاهمين؟ هيحصل ان في تنشن بره ويحصل في كومبريشن جوه. يبقى انا التنشن بتاعي او الحديد الرئيسي بتاعي يبقى فين؟ ناحيه بره من الحيطه. خلاص كده؟ طيب اي مومنت يا رجاله او اي تنشن مش ناحيه الميه القطاع ده يبقى انا عندي اول حاجه في حاجه اسمها اير سكشن قطاع ناحيه الهواء بسميه زي ما تسميه اير سكشن. يبقى انا عندي سكشن رقم واحد اير سكشن ولا ووتر سكشن؟ اير سكشن. ليه اير سكشن؟ لان التنشن بتاعي ناحيه بره مش ناحيه الميه. خلاص كده؟ طيب اير سكشن بيصممه ازاي؟ هقول لك كيف بيصممه ازاي. نخش على سكشن رقم اثنين، سكشن رقم اثنين الحيطه برضه واقفه اهي اللي كان مع الارضيه تحت معايا مش معايا؟ المومنت العكس خالص بقى دي السهم جوه. سكشن رقم اثنين المومنت جوه فبيحصل ان الشد فين؟ جوه عشان كده اصلا الحديد الرئيسي هنفق المفروض في خط تفاصيل التسليم. يبقى انا عندي الحديد الرئيسي بتاعي جوه. خلاصه الكلام ان الشد ان التنشن ناحيه الميه هنا التنشن كان بره. يبقى القطاع ده اللي سكشن رقم 2 هنسميه ووتر سكشن. يبقى انا عندي القطاع بتاعي يا اما اير سكشن يا اما ووتر سكشن. طيب اير سكشن بيتصمم ازاي والووتر سكشن بيتصمم ازاي؟ قبل ما نخش في الاير سكشن والووتر سكشن ما اعرفش المعلومه اللي قلت لكم ديت الدكتور محمد صعد عليكم ولا لا. المباني بتاعتنا عامه اربع حالات. حاله رقم واحد بلاطه زي اللي فوق من كده بلاطه مقفوله ماشي كده؟ مقفوله يعني مش متعرضه للطلب رطوبة محمية. الحالة ديت يبقى انا عندي بلاطة داخلية يبقى انا عندي الحالة المرحلة رقم واحد. بصممها ازاي؟ دبليو اس والالاستين والقصة اللي احنا عارفينها قبل كده. خلاص كده؟
طيب المحل رقم 2 اي مباني متعرضه للرطوبه متعرضه للطل بس مش متعرضه للميه مباشره زي ايه بقى زي الكوارع عارف انت كوبري الكوبري مش لامس الميه بس الصبح تلاقي فيه بخار ماسك عليه بالليل تلاقي الميه طول الوقت خلصت الكلام في شويه رطوبه تيجي عليه وشويه ما فيش رطوبه يبقى دي الحاله رقم كام 2 الحاله رقم 3 اللي هي الخزانات دي ميه صريحه ماشي بس ميه الحاله رقم 4 خزانات بس فيها كيماويات ضاره مش ميه يبقى انا عندي في اربع حاجات المباني العاديه المقفوله الداخليه المباني الخارجيه فاهمين خارجيه يعني اي حاجه بقى متعرضه للطاقه ممكن يكون المبنى نفسه بتاعك من بره قريب من البحر ولا حاجه الحاله رقم 3 الخزانات احنا بقى الحاله بتاعتنا الشاطر يقول عندنا حاله رقم 1 2 و3 2 و3 يبقى انا عندي هنا في الاير يبقى انا عندي حاله رقم 2 الاير سيكشن حاله رقم 2 لان الحيطه بتاعت الخزان من بره متعرضه للرطوبه صح بس مش على مش الميه مباشره الووتر سيكشن حاله رقم 3 عشان ميه مش عشان كيماويات طب انا لو بصمم كيماويات يبقى انا عندي حاله رقم 4 احنا خلينا في شغلنا يبقى حاله رقم 2 وحاله رقم 3 الحاله رقم 2 يا رجاله لما بصمم الحاله رقم 2 تصميمها نفس التصميم اللي احنا خدناه في سنه ثالثه انشاءات مفيش اختلاف خالص الا في خطوه واحده بس ايه الخطوه بتظهر في اما ما نحسب الاريا ستيل ايا كان الاريا ستيل بتساوي الام التيمت على في الجي في الدي خلاص بعد قصه طويله عارفينها بس بضرب هنا بس اهم حاجه اضرب هنا في بيتا كراك دي الخلاصه يبقى انا عندي هنا بقسم على بيتا كراك لما اجي اجيب الاريا ستيل بقسم بيتا كراك بيتا كراك طبعا مش هكلفها كتير محمد اللي اتكلم فيها بتوقف على خطر السيت اللي هتستخدمه سواء فاي 12 فاي 10 فاي 16 فاي 18 فاي 22 كل ما القطر يزيد كل ما القيمه دي اللي معاك ماشي كده طيب نراجع بقى على الديزاين بتاع الحديد ولا انتوا عارفينه طيب احنا دلوقتي عندنا ما نيجي نصمم بتيجي عندنا حاجتين اثنين انا هقول الكلام ده سريع مش هقعد اطول فيه لا اما ان وان موجب لا اما ان ام وان ثاني فاهمين الام وان موجب كنت بتجيب حاجه اسمها اي بتساوي ام على ان بتساوي رقم بتقارنه ب تي على الاثنين ناقص كفر في النص بتقارنه تي على اثنين ناقص كفر لو اكبر من تي على اثنين ناقص كفر حاجه اسمها بيج اكسنتريستي فاكرين القصه دي؟ كنت وقتها ها 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 ايوه بلى كنت بجيب حاجه اسمها اي اس اس بتساوي اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر والله انا مش فاكر انا مش على كفر مش فاكر موجب ولا سالب وفاكر ان كانت مره فاتت سنه ثالثه تعرف تجيبها ازاي المهم وبعد كده تجيب حاجه اسمها ام التمت اس فاكرين بتساوي اس في النورمال بعد كده نعمل ايه؟ اس سي تجيب السي واحد وبعد كده الاريا ستي هتساوي ام التمت اس على الفيل الجي في الدي اس زائد يا استاذ زائد يا استاذ زائد ان التمت على الاف يد على الجاما اس بس ما انساش اعمل ايه بقى بيتا كراك ما انساش اعمل ايه بيتا كراك واضحه طيب لو طلعت ماشي يعني طب انت راجل على حاجه صح خلاص كده جبنا الاريا ستيل ده هو 40 مللي اكتر بين ال 40 لا كنت قال ولا كام لا بناخد مثلا 25 برضه احنا كنا عايزين نقول ايه خلاص كده طيب لو طلعت بقى اقل من كي على الاثنين ناقص الكفر يبقى حاجه اسمها اوبسمول اكسنتريس طبعا مش هنقول بيها اوبسمول اكسنتريس كنا بنعمل فيها ايه هو اس واحد واس اثنين بس ما انساش اهم حاجه كنا بنجيب اس كنا القانون بتاعي يا رجاله كنت بتجيب حاجه اسمها تي واحد وبتجيب حاجه اسمها تي اثنين فاكرين؟ والاريا ستيل واحد هتساوي تي واحد اضمن على الاف يد على الجاما اس دي القانون بتاعها ما انساش برضه اقسم على مين؟ المهم اي حاجه اريا ستيل اعمل ايه؟ الكلام ده كله برضه بيتكلم في مين؟ الكلمه بالاخر ما قلناش كلمه زياده عن ثالثه انشاءات فيما عدا بيتا كراك بيتا كراك بتساوي كام؟ على حسب اذا انا في الامتحان مش عارفين ولا حسب ولا حسب 75 75 85 حد يسامحني اي حاجه بس مش هتزعل منها اي حاجه قوم عدي الخطوه دي في حاجات اقعد اقول لك عديها ما تقعدش تضيع نفسك في وقت فيها في الامتحان بس اعمل اتكلم خلاص طيب لو انا عندي بقى ام وان كومبريشن في اربع حالات فاكرينهم اول حاجه
كنت بجيب حاجه اسمها الاي بتساوي ام على ان، فاكرين؟ كنت بقارن اكبر من اقل من 0.05 خلاص ان شاء الله 3 4 مركزين ان شاء الله. قول انا عندي اقل من الرقم ده اهو قول طبعا ان شاء الله قانون العموم مش عارف الكلام والله عارف انت حبصت لي بقى مش هقول لك هو الاخر بقول المهم اكبر من 0.05 راح اجيب كي وينزل خمسة بجيب حاجة اسمها K بتساوي إن ألتمت إن إن بقى إن ألتمت على إف سي يو في البي في الدي أو في التي. المهم بقارنها كام ده؟ بقارنها بوينت 0.04 أقل بوينت 0.04 صابون كأنه كبر طبعا عامل خالص واعمل نكليكت لمين؟ للنورمال. الأريا ستيل هنا الأريا ستيل هنا بتساوي إما ألتمت على إف فيلد في الجي في الدي على في دكاترة الله ينور عليك. طيب أكبر بوينت 0.04 نجيب الاي اقارنها بنص اقل من النص فاكرين ولا مش فاكرين؟ بخش بقى على الانتراكشن دايجرام اكبر من النص يبقى حاجه اسمها ايه؟ تنشن فيلير وبخش اجيب حاجه اسمها اي اس اي اس بس عكس هنا بقى هتساوي الاي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر واخش تحت عيش حياتك نص تي بقى يعني تي نص او اي نص تي قول عايز ايه هنعمل نظره مع كلهم ممكن يبقى فيكم ريا ممكن تقدر حاجه ما تعرفهاش ممكن بس غالبا هيبقى فين في الاندر جراوند اندر جراوند ليه لان هيبقى في تربه من بره تقدر على الحزات طب ممكن تلاقي الارض اهي وارد جدا تلاقي انها كوبريشن طبيعي لان انت ما يكون عندك في خزان وحاجه تحمل فاضي على بسيطه خالص خزان فاضي وفي تربه من بره ايه رايك الارضيه ماشي كده بعدين بتشتغل حاجه شغل ثابته في الاخر انت محتاج كده خلصنا مين في الاير سيكشن ماشي يا رجاله اي قطاع زي قطاع رقم واحد وقطاع رقم اربعه ماشي كده نخش بقى على قطاع رقم اثنين وقطاع رقم ثلاثه قطاع رقم اثنين وقطاع رقم ثلاثه ووتر سيكشن ماشي كده المشكله ما بين هنا وهنا ان الشد ناحيه مين الميه انا كل خوفي فين يحصل كراك ان يحصل شد فاهم الحاجه نخش على حساب الميه اسمها ووتر سيكشن ووتر سيكشن بتصمم ازاي بقى كده هنا الخطوه اللي احنا عملناها دي جبنا حديد دي اللي احنا عملناها هنا عشان اصمم ووتر سيكشن محتاج خطوطين اثنين شنو اثنين ماشي كده اشيك على الخرسانه اللي هي مشان باخدش دي رقم واحد بالبلد اهو الحاله رقم اثنين او الحاجه رقم اثنين ان احنا نجيب الحديد الناس معايا طب نسيب الخزانات خالص نسيب الخزانات ونرجع للقواعد العاديه عارفين القواعد العاديه القواعد العاديه القواعد العاديه بتبقى عباره عن قواعد مش عايز صوت بعد اذن عليكم وفوق منها الاواعي المسلحه صح كده؟ وبعد كده فوق منها العمود كنت باجي اصمم العاده العاديه في سنه ثالثه انشاء ثالثه انشاء كنت تعمل ايه؟ مشاكل الدين بيبقى من قانون الاستريس هو احنا كنا بنريح نفسنا وبناخد الاطراف ايوه بالظبط بتساوي نص كنا بنصمم هو المعظم اللي بره بيريح نفسه بس احنا كنا بنصمم التي اصل على قانون بيعتمد على ان الاطراف نسمع الاخوان اللي هو عشان نشوف خلاص خلاص انا اسلم عليكم انا اسلم عليكم خلاص يبقى دي كده يا رجاله بس عشان انا عايز اوضح حاجه لما نيجي نصمم القواعد كنت تعمل ايه؟ بتجيب حمل العمود تقسمه على البيرنج كاباسيتي العمود مثلا شايل 100 كيلو نيوتن اطمن بتقسمه على 1.5 يبقى شايل مثلا 75 طبعا شغلنا وقف في القواعد عارفين القصه دي تقسم على 15 البيرنج كاباسيتي انا هقول لكم ما اعرفش انتوا عارفين الكلام ده البيرنج كاباسيتي لو 1.5 تقسم على 15 عشان الوحدات خلاص المنتسب على 15 بيجيب اريا الاريا دي بتاع مين حسب اللي شغال ولا مش شغال ايوه على حسب الاواعي بتاعت اكبر من 25 30 اي كان اكبر من 30 او اكبر من او سوى 30 بتشغل بشغل الاواعي العاديه وباخدها معايا صح يبقى المساحه اللي انا جبتها دي بتاع مين العاديه وبعد كده بقوم حاسب بقى الرفرفه مش عايز اخش في قوانين اشوف الرفرفه قد ايه ويبقى انا عندي اطرح منها يبقى المسلح يعني مثلا لو العاديه بتاعتك 2 في 3 يبقى المسلح المفروض يبقى كام؟ مثلا متر ونص في 2 متر ونص صح كده ولا لا؟ الناس معايا؟ طب ليه بقى مع ان اللي اوصل القواعد العاديه شغلتها معايا ليه؟ مع ان القواعد العاديه اصلا ما فيهاش حديد لان احنا عارفين لما يكون هنا في طبعا في رد فعل موجود هنا خدتوا كلام اللي في القواعد في رد فعل طب يحصل ان على وش هنا في مومنت لان في دراعات اللي هي المسافه اللي انت سبتها صح كده؟ ليه بقى عملنا القصه دي كلها؟ لا ليه ايه السبب؟ ما عارف ايه السبب؟ ما فيش حديد يا دكتور
ما هو فيش حديد عشان بس عشان السؤال السؤال دلوقتي انا عندي القواعد العاديه دي عليها مومنت ما انت عندك فين اهو حمل موزع جاي هنا ودي دراع العزل المسافه اللي انت سايبها دي هنجيب مومنت على القواعد العاديه ليه سمحت انت ان في مومنت على القاعده العاديه لان هي دي هنا القطاع ده انا مصممه عليه يشيل التنشن اللي جاي من المومنت اصلا عشان الضغط اللي فوق القاعده مش التنشن يا خلاص ممكن تشيل التنشن الصغير ده ليه بقى انا هجاوب على العزل ان القرصان العادي احنا دايما كنا بنقولها بكده مين اللي يشيل تنشن حديد مين اللي يشيل الكومبريشن قرصان لا يا معلم الخرصان بتشيل شويه تنشن قد ايه بقى اللي هنحتاجه هنا 6 من 10 جنيه الخرصان العادي بيشيل شويه تنشن بتشيل قد ايه على طول شريط سي تي ار اه هتساوي 0.6 من 10 يبقى الخرصان شيل شويه شد شيل شويه شد شيل شد ده اللي غدد ده بوينت ستة يعني طب يعني مشيت شويه شد برضه قبل ما تشرب يبقى الوقت ايوه انا عايز اسمع الكلمه دي يبقى انا عندي الخرصانه العاليه ممكن تشيل شد ما تشربكش طالما الاستريس اللي عليها ما عداش كام البوينت ستة جاذب فاهمين انا بقول ايه خلاص احنا سيبنا الخزانات ورجعنا هنا شويه اهو يبقى انا عندي الخرصانه العاديه تشيل شد او تشيل اجهاد شد لغايه بوينت 6 جذر الفسيون خلاص كده انسى بقى الكلام ده كله ونرجع للخزان بتاعنا احنا دلوقتي احنا قلنا بنجيب صب الوتر سيشن محتاج مننا ايه حاجتين اتنين او خطوتين اتنين هنعملهم ايه الخطوتين هنشيك على الخرسانه العاديه تحت الخرسانه مش هياخد شيء وجب الحديد صح كده طب الخطوه الاولانيه اللي هي شيك على الخرسانه هم خطوتين اتنين برضه ايه الخطوتين الاتنين اول حاجه جيب الاستريس لا بس سيبك من السوق هجيب الاسترس واجيب الاسترس المسموح به لو الاسترس اقل من المسموح به مش ده كلام طبيعي ولا لا يبقى الدنيا تمام اكبر يبقى انا ازود الخطا طيب انا هسيب مسافه هنا معلش وهنرجع لها دلوقتي ونبدا نخش الاسترس فاكرين قانون الاسترس بتاع الهرم المدني؟ ابن على ايه؟ ابن على ايه؟ هو سالب مع الاي في واي اكس وواي وكوس ترجع تاني دي فانا عندي الاسترس بتاعي هتساوي ان على ايه؟ صح كده؟ هو ده او سالب هكتب او 6 ام على بي في تي تربيع فالقانون ده عارفينه مش عارفين اللي هو ان على ايه زائد او سالب ام على زد صح عارفين الزد مش عارفين الزد اللي بتساوي اي على واي اللي هي بتساوي بي تي تربيع على 6 مقام مقبس طلع فوق الدنيا واضحه؟ طيب يعتبر الان موجوده خلاص لان موجوده احنا قلنا قبل كده قبل ما نخش اصل الخطوه دي لازم يكون عندي الان والام والاريا اللي عباره عن بلاش نكتب معلش خليها بي في تي موجب ارسال 6 ام على البي في تي تربيع سؤال بقى يا معلم البي بكام؟ بقى لان احنا بقى مش هنعرض واحد منهم التي بكام؟ احنا عايزين نعرض دي الناس ما تركز معايا معلش احنا اول خطوه بدانا بيها اول خطوه فاكرينها صح؟ كنا قلنا ايه؟ 250 و300 ايا كان واسمع على 14 و16 والخطوه دي المهم ان انا عندي ابعاد خزان ابعاد الخزان موجود عامله ازاي الخزان ماشيه كده اهو كده دي ال 25 ودي ال 30 صح ولا لا ودي ال 25 دلوقتي انا وصلنا للسكشن رقم 2 او سكشن رقم 3 صح ولا لا طب انا الطبيعي ان انا اخش بالبي تحت اللي هو 1000 والتي اللي هي 250 للسكشن رقم 2 وال 300 للسكشن رقم 3 صح؟ اه الكلام ده حلو وجميل واشتغل وبعد كده نقارن بقى بحاجه اسمها اف سي تي ار الليفل اللي هي بتساوي 0.6 جذر الاف سي يو بس هنا في الخزانه دي اسمها حاجه اسمها ايتا 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 واحد هي اسمها كده ايتا ايتا واحد مكتوبه كده في الكود ده ماشي ايا كان خلاصه الكلام احنا دلوقتي هنجيب الاسترس اللي موجود ونقارنه بين المسموح به اللي موجود ونقارنه المسموح به لو اقل منه الدنيا تمام طب ممكن واحد يعمل ايه؟ يقوم داخل ب 250 بس العدد وصل له يخش 250 ويطلع اقل او ازيد ما فيش مشكله ما اقدرش اقول لك هو غلطان بس طبعا هم ادونا القانون عشان يطلع لك تي سم تي سم هنا الناس معايا ولا لا؟ يكون اقرب ما يكون ان هو يسجل عشان ما تقعدش تجرب ما هو من الاخر انت ممكن تخش 250 صح؟ يطلع عن صيف تعمل ايه؟ تخش 300 يطلع عن صيف تخش 400 يطلع عن صيف فاهمين ولا لا؟ وارد فهو عشان كده قام مديك قانون الناس معايا اكمل دي قانون تخش بيه في التي هنا
قال لك القانون بتساوي كام بقى يا معلم؟ جذر تي بنساوي جذر الام على اكس موجب او سالب 20. بس الام دي اضربها في 10 10 اس 3. طيب انا هكتب لك القانون ده بشكل تاني ماشي؟ او هنعمل خط واحد ثاني اهو. ها يسطا في البيت ده جايبها وعلى تي بتساوي الشباك اللي جايبها يعني هو اللي هو الشباك مش هجيبها هو طبعا لو فتحت كتاب الدكتور شاكر في صفحه 256 هتقابل لك ان تي بتساوي جذر الام في 10 اس 6 على الفاكتور في البي خلاص. في ناس بيقول لك موجب او سالب 20 موجب او سالب 30 مش فرق ايا كان. انا قلت لك في الاخر القانون ده هو بيدولك ليه؟ عشان تجيب سمك قريب يسيف معاك. عايز تقول ايه؟ هو 6 ام ولا ايه؟ دكتور كان 6 ام 6 ام 6 ام في التي؟ 6 ام في التي. حد معاك الدكتور شكر؟ حد معاك الدكتور شكر هتلاقي التي بتساوي جذر ما هو الافس ده انا بتكلم عليه اسمه على 6 هو يديك الفاكتور. فهمت ولا لا؟ في طريقه ثالثه ماشي انا موافق اكتبها. هتلاقي تي بتساوي 6 ام على البي بس مش الفاكتور اللي بقول 3. خلاصه الكلام افتح كتاب الدكتور شاكر صفحه 256 هتلاقي معادله تي بتساوي جذر ام في 10 و6 على الفاكتور. الفاكتور ده يا رجاله تقريبا هتلاقي بقول 3. لو كتاب لو الشغل الدكتور محمد صمد هتلاقي الفاكتور دي 1.8 واحد من عشرة على ستة هتلاقوا البنت ثلاثة. يا ما هي والله. تاخدوا كم وبنت ثلاثة. أنا بس في الماء. بنت ثلاثة. يبقى رجالة بس عيد تاني. عيد تاني. ممكن تلاقي قانون كده. ماشي؟ معايا ولا لا؟ معايا كده. أكمل؟ ها؟ أو ممكن تلاقي كده. طبعاً الفرق بين هنا وهنا. البي هنا ب 1000 فبدل ما 10 اوف 6 سهل عليك كمان خليك 10 اوف 6 كام؟ 3 هي مش هي 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 اسهل حاجه اسهل حاجه التي بتساوي جذر ام في 10 اوف 6 3 على 3 حاجه بقى سالب 20 مبسوط؟ موجب ولا سالب؟ موجب لو التنشن بتاعك لو ان نورمال لو تنشن لو سالب لو كومبريشن انا لو مكانك ولا اتحط ولا موجب ولا سالب 20 خلاص مبسوط يا عم؟ المهم جبنا التي. واحد سأل سؤال يوسف قال لك طب انا اصلا من الاول ما جبتش التي دي صح؟ ماشي هقول لك ليه برضه ما انا التي اللي جت ديت خلينا بس هنا دلوقتي الناس معايا يجيبنا ايه؟ التي بعد ما جبنا التي هنشيل بعد ما نشيل هنقارن بين 6 جذر اف اس تي على دي ايتا بكام؟ 1 4 دكتور الخضار واحد. هو ثابت لكم؟ اه الف ده 1 4 1 4 انا من ناحيتي انا بس هي بتوقف على السمك القطاع ماشي اللي هو التي بي. المهم كويس ان هو ثابت لكم قال لك الايتا بتساوي 1 4. طيب برضه عشان اكمل بقى يا رجاله اخر حاجه هنقولها هل السمك اللي انا جبته ده بكبر القطاع كله الناس معايا ولا لا؟ دي سيكشن رقم كام؟ سيكشن رقم 2. الحاله اللي تحت كانت 250 صح ولا لا؟ الناس معايا؟ 250. طب انا عندي السمك اللي هنا اخلي الحته كلها 250 دي اللي انتوا بتقولوا عليها شويه حاجه اسمها هونش. ايوه ايوه يبقى انا عندي لا بكبر القطاع بس الجزء اللي هنا يعني مثلا لو دي طلع ب 400 يبقى انا اكبر القطاع هنا بس ب 400 بكبره 150. لو ما اجي اصمم سيكشن رقم 3 التي طلعت اكبر يبقى اصمم ازود القطاع بتاع رقم 3 بس ما ازودش القطاع كله. هذا السؤال ايه هذا السؤال اللي هو بتاع السؤال بتاع اللي هو ايه؟ انا جاوبت عليك انت الزونه اللي هنا بس جاوبت عليك طب لما ابقى اصمم سكشن 2 هعرف نهايه العزم اللي جاي من تحت لفوق ازاي؟ تيجي تصمم يعني ايه؟ لما اجي اصمم سكشن هو سؤال بس في تفاصيل التسليح دكتور محمد صمد اكيد شرح الهونش ترسم ازاي؟ ايوه ايوه لا انا اقصد بنعرف نهايه السكشن من ايه؟ اول فينش العزم بيبقى طالع ونازل طيب ما انت بتجيب ايه بمقسم هنا؟ المقسم بتاع السكشن رقم هنا اللي هو هنا اللي انت جبته من الجدول صح؟ وترسم بقى الهونش اللي هو بقى تشوف الفرق قد ايه وتمشي قد منه ثلاث اربع مرات ثلاثه او اربعه او خمسه بس بيضمن ان هو يغطي الموجب.
مش كده؟ بعد اسمك انا مش لما اغير التيك المهم انت برضه هيتغير المهم غير ليه عشان الوزن ولا عشان عشان الوزن مش من ما بعدهاش تاني انا عبد الله يا اول حاجه تعالى طب دي طالما في طيب في طب الاساس اللي عمال تتكلم في سبورت فوق ليه عشان في طيب عشان في طيب كاميرا ما بتصورش حوادث العمليه عشان الرنج اللي انت بتقوله ايه ايه الدكتور قال النهارده عشان الطوارئ اول حاجه اللي قال قايمين دكتور الدكتور 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 صح صح مش عايز صوت سكشن رقم 2 الكاميرا اللي هو الناحية دي والكاميرا من هذه الكاميرا الطويلة بس كانت الكاميرا اللي بالعرض خلاص اتفقنا الطاي دي في سكشن رقم 1 او سكشن رقم 3 ما تجيله بقى انا بس سكشن رقم 2 يبقى عندي في سبورت هنا وفي سبورت 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 ماشي لا طب بين طبعا هو مرسوم لك اهو بس الشيء اللي كان السبورت مش طب بين مش الطاي ده نسميه دبليو 1 وده نسميه اف 1 خلاص كده طيب انا عندي بقى كمان عندي سيكشن رقم سيكشن رقم 3 سبورت العمود طب الطاي سبورت بس السيكشن الثاني اصبر فصلهم جميل فصلهم جميل سيكشن 3 في سبورت هنا في سبورت هنا بس دي سيكشن رقم 3 سيكشن رقم 3 في سبورت هنا في سبورت هنا اللي بقى عشان الكاميرا اللي فوق والطاي مسكانه ايوه الكاميرا بس الطاي مش هو السبورت ايوه بس الطاي ملوش دعوه بالسيكشن رقم دي بنتكلم عليها بس مش موجود هنا المهم سيكشن رقم 3 في سبورت خلاص كده طيب دي دبليو رقم كام دي دبليو رقم 2 طب رقم 2 ده يا دكتور قلنا ودي في رقم 1 صح انا بقول كده ولا غلط هي هي ودي اف 1 ويا دي اف 1 يبقى انا عندي بلاطه واحده بلاطه واحده كتصميم دكتور خلاص لو مفيش طاي هنا برده ما يبقى سبورت عادي لا الكاميرا طويله بقى الكاميرا طويله قطرها 8 متر اشك ان هي تكون سبورت فاهم ماشي كده دكتور مفيش طاي هنا طب انا اخر كام فاتوره يا باشمهندس ان انا اقول ايه معاك ايه سبورت ولا لا يعني اصلا حضرتك انا ما اقدرش ارد عليك ما اقدرش ارد عليك بالظبط ليه لان انت خدت حاجه اسمها ريجيد سبورت ريجيد سبورت ولاستيك سبورت ريجيد سبورت كل ما الستيفنس تزيد كل ما يبقى ريجيد سبورت فاهم يعني ممكن تلاقي كاميرا ابعادها كبيره وطولها 8 متر وتبقى سبورت حلو لكن لو كاميرا مثلا 12 في 40 وطولها 8 متر بلاش لازمه فاكر انت المبدا اللي فاكر ان الحيطه هتمنعها ولا مش هتمنعها ما لو كاميرا صغيره هتمشي مع الحيطه دي قصه طويله مش عايز اخش فيها فانا انا وجهه نظري لغايه مثلا ضعفين الارتفاع يعني مثلا لو الارتفاع بتاعك 4 متر لغايه 8 متر ماشي اكتر من 8 متر كطول الكاميرا كطول الكاميرا طبعا الكلام الاولى دي ملوش لازم يعني ما فيش مش صح برضه زي ما قلت لك على حسب ابعاد الكاميرا زي ما قلت لك لان الكاميرا اصلا طولها 8 متر ابعادها 25 في متر عمرها ما تكون زي الكاميرا طولها 8 متر برضه بس ابعادها 12 في 40 فين الكلام الاولى؟ فاهم بس الكاميرا على السؤال طب ما مفيش حاجه ثابته كده مين؟ السؤال كده انا ما فيش ابعاد الكاميرا عشان كده المسافات مفتوحه تلاقي في اثنين وعندي هنا كام كلور؟ كلور واحد يبقى انا عندي اول حاجه هنبدا بالكلور دايمنشن رقم واحد دايمنشن هتساوي 4000 تقسم على 15 يطلع بكام؟ كام؟ 26 كام؟ 26 62 اللي هو
يخش ده اهي صح كده؟ يبقى انا عندي هنا الحاله بتاعتها 2 4 4 يبقى انا عندي الار بتاعتها هتساوي 1 1 يبقى الالفا هتساوي نص بيتا هتساوي نص يبقى انا عندي الحمل بتاعي سريعا المفروض تبقى فاهم اقول ايه؟ يبقى انا عندي هنا هيبقى 20 20 20 برضه فاهمين جت منين؟ طول ولا عدي؟ طيب نخش على رقم 2 اللي هي دبليو رقم 2 صح كده؟ طيب الصغيره دي بتاع 20 يا دكتور؟ 10 يعني لازم كان في دبليو ودبليو 1 دبليو 1 اللي هي الحته اللي في الوش اللي هي 4 في 4 تمام كده؟ طيب نخش بقى على دبليو 2 دبليو 2 دي اربعه دبليو 2 الناس معايا؟ نخش بقى على دبليو 2 مين اللي معلم اللي كان بيقول 5 و10؟ المفروض ال 20 الثانيه مين اللي كان بيقول صغير 5 و10؟ 25 انا الارتفاع بتاعه بس ارتفاعه ربع الارتفاع ايوه مش المفروض ثلاث ارباع المثلث ده ارتفاع المثلث ده ما تكتبوش مش عارف تكتب ما تكتبهاش 1 متر ربع الاربعة ايوه وصلت عيد ثاني بتاعه الالفا كامله وتابه بيتا كامله بس ربع الارتفاع يا يوسف ال 75% منهم فين؟ بيظهر في السكشن رقم واحد دول البلاد بس مش هيجي لك الوقت نص الالفا بتساوي كام؟ عشان الاربعة يا حبيبي لا جاما في اتش في توتال اتش توتال جاما في اتش توتال في الفا وجاما في اتش توتال في بيتا مش في اتش ربع الارتفاع بس المثلث بقى اللي قبل بتاع دي ربع الارتفاع كمثلث ربع الارتفاع عيد تاني لكن تظبطه جاما في اتش توتال جاما في اتش في بيتا ناخد معاه السكشن ها ناخد معاه السكشن نجيب سكشن رقم 3 من بره مجمعين اصلا عشان نجمع كله؟ ها؟ طيب عندنا بقى سكشن رقم الصوت يا استاذ انت وهو دي سكشن رقم واحد صح كده؟ عشان بقى نبدا طالما انتم مركزين الله اعلم اصلا مركزين ولا لا؟ نجمع كل مع بعض دلوقتي انا فصلت دبليو واحد دبليو واحد 4 في 4 عرفت ان هي شايله 20 و20 صح؟ ماشي يبقى 20 و20 بقيت ال 20 ده هتروح فين؟ دبليو واحد دي اللي هنا يبقى انا عندي في الحاله دي هيبقى في عندي هنا اهو حمل موزع شايفين الاحمر ولا مش احمر؟ ها ماشي وعندي هنا في حمل طالع لبره طالع لبره طالع لبره اهو طالع لبره قيمته 75% نص في ال 20 اللي هي من الاخر بتساوي 15 دي 15 عرفت مين 75 ل 20 البيتا ده يبقى انا عندي البيتا دي خدتها ربع الارتفاع و75% منها بتروح فين؟ في الاتجاه الافقي اللي هو ده لان دي دبليو كام؟ واحد اللي هي دبليو واحد اللي هي دي الناس مجمعه ولا توتو؟ الجرحه في البلاط في اللول ولا في البلاطه؟ ها ها ركز الجرحه حيطه سيكشن رقم ثلاثه يا رجاله سيكشن رقم ثلاثه عباره عن قطاع او تحت او فوق شويه معايا قطاع افقي في قطاع افقي في الحيطه عشان هي طويله سيكشن رقم واحد سيكشن رقم واحد مسمينه تحت بواحد هو سيكشن رقم واحد خلاص تعالى نتكلم في الحيطه الحيطه في الاتجاه الراسي خدت الالفا كامل صح؟ ايوه وخدت البيتا على ربع الارتفاع بقيت البيتا بروح فين؟ تلات ارباع بقيت البيتا بروح فين؟ اللي احنا عملناه هناك اهو اللي هو 75% من 20 اللي هو 15 خلصنا دبليو واحد نخش على مين؟ دبليو اثنين نخش على دبليو اثنين 4 في 8 4 في 8 دي مالها؟ 2 1 واي 1 واي خلاص يبقى انا عندي في الحيطه دي الحيطه بتاعتي هتبقى فيكسل من تحت وفي سبورت من فوق وفي عندي مثلث كبير كبير قيمته 40 صح ولا غلط؟ صح طب المره طالما احنا في الحيطه اعمل ايه هنا؟ احط على صفر واحط هنا على صفر صح ولا لا؟ ليه؟ لان انا عندي الحمل كله راح في اتجاه راسي مفيش حاجه في اتجاه مين؟ هورزونتال لان عندي الحيطه اربعه باكد عليك اهو الحيطه يا رجاله ارتفاع أربعة ارتفاع أربعة والعرض بتاعها 8 الحمل كله بيروح في اتجاه ايه؟ اتجاه رأسي مفيش فيتا في اتجاه افقي انما عكس الحيطة اللي فوق الحيطة اللي فوق كانت 4 في 4 فأنا عندي في جزء راح في اتجاه رأسي اللي هو ال 20 جزء اللي هو المثلث الكبير وفي جزء يروح في اتجاه ايه؟ افقي بس للأسف الافقي انا كان ناخده قد ايه؟ ربعه تحت خلاص؟ طيب كده خلصنا دبليو واحد وخلصنا دبليو اثنين نخش على دبليو
الفلو. نخش على الفلو. رقم اثنين نخش على الفلو. طبعا انا ما عنديش غير فلو اف واحد. اف واحد اربعة كام؟ اربعة في تمام. في كاميرا في النص. في كاميرا في النص اهي. في كاميرا في النص اهي. أربعة في أربعة. أربعة في أربعة. أربعة واحد. عند الأرض تساوي واحد. ألف ونص. تساوي نص. صح ولا لا؟ جب دبل يا عبد. كيف بالجمل؟ كيف بالجمل؟ ثلاثة. خمسة وعشرين زائد أربعة. اتشوتر في الجمل. الكلام ده كله بتساوي 47 ونص كيلو نيوتن على المتر مربع. يبقى انا عندي في الحاله دي دبليو الفا بتساوي دبليو بيتا. دبليو بيتا بتساوي نص 47 من الكلام. 23 75 23 75 كيلو نيوتن على المتر الطولي. صح كده؟ تعالى بقى نشوف الحمل ده هيروح فين. الناس مركزه؟ تمام مركزه الحمد لله. يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجه القطر الاحمال. عندي هنا في مثلث 20. في مثلث صغير 20 صح ولا لا؟ ايوه 20 20 مثلث 20 ومثلث 20. وفي عندي هنا حمل الفا بيساوي بيتا 23 و75 23 75 يعني خلصنا الحمل هنا. نخش على هنا. الحمل هنا قيمته 40 كامل. الحمل هنا قيمته 40 كامل. الحمل هنا قيمته في الاتجاه الثاني 23 75. الحمد لله خلصنا. يبقى انت كده جبت الاحمال على الثلاث سفاش بتوعك. واضحه؟ الحمد لله. ولا نعيد ثاني؟ ده احلى حاجه. خلاص؟ طيب كده خلصنا الاحمال. بعد كده تطلب منك تقريبا تاخد سكشن فيهم وتكمله. عصام السكشن. لا 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 ما تنفعش صامت لما يكون مومنت، هو كان طالب مومنت في سكشن واحد بس. ايا كان. المهم بقى تاخد سكشن من دول وتكمل له مومنت ونورمال. سكشن واحد بس. مش عارف ده ده جرام ماشي كده. اما نيجي تحل نعم حاجه تتوصل هو ثلاثه اربعه او اثنين داش ما انت فتحت جامد يعني ولا ايه؟ الصوت بتاع الصوت بعد اذنكم ماشي كده. طيب انت ممكن المساله ده معلومه ليك انت ما اعرفش عارفين القصه دي ولا لا. ممكن تاخد نص الشكل بس نص الشكل بس تمام اهو وتعمل هنا في صباب وهنا صباب ودي كانها فيكس ده اهي وهنا في مثلث 20 مثلث 20 ما تقسمش الكلام ده انا بقول لك انت ايوه. وهنا في حمل موزع 23 75 دي صح ودي صح اعمل بس ابوي خلاص. وفي الحاله دي هتسمي دي رقم واحد وتسمي دي رقم اثنين وتسمي دي رقم ثلاثه تمام ماشي كده. طيب خطوات الحل اول حاجه بجيب حاجه اسمها رقم واحد الاستفنس. طيب احنا الاستفنس بنجيبها ضلع ولا نجيبها حوالين جوينت؟ ضلع. فانت عندك اول حاجه الاستفنس بتاع 2 1 والمسمى بتاع الضلع مش فارقه يعني استفنس 2 1 1 2 1 2 هي هي انما اما اجي في الخطوه رقم 2 الميول اختلف ايوه ماشي الضلع مش فارقه معاك. الاستفنس بتاع 2 1 قلناها قبل كده مراجع معاك اهو مراجع معاك قلنا لما يكون فيكسد فيكسد هنجد قال لك الاستفنس بتساوي 75% اي على ال فيكسد الاستفنس بتساوي اي على ال طيب بس هو في اختلاف بس او حاجه لو ديستريبيوتد او كونسنتريتد حالة مين؟ اي اكس بتاع اي سيمتريه حوالي اليمين والشمال ما هي سيمتري حوالين نص الضلع مش حوالين جوينت. يعني المثال بتاعنا ده سيمتري حوالين نص الضلع ولا حوالين جوينت؟ جوينت يعني السيفنس بتاعتها مش نص اي على ال ها باكد عليك اهو الرسمه بتاعتنا ديت سيمتري حوالين ايه؟ حوالين جوينت حوالين جوين مش حوالين نص الضلع. سيكشن 3 سيكشن 3 يبقى انا عندي سيكشن 3 السيفنس بتاعي 2 3 او 4 اي زي ما تسميها نص اي على ال فاهمين؟ عيد ثاني يبقى الاستفنس حوالي نص الضلع بقى عليك نص الضلع اهو الاستفنس بتساوي نص اي على
عجب مش نديم لو اخذنا كان ناس متر تبقى نص ضلع برضه لا مش نص ضلع اما الجسمك اللي حوالين ايه الجسم اللي حوالين ايه الجسم ضلع ولا جوينت الجسم عندي فين حوالين الجنت يبقى السيفلس بتاع الضلع ده اهو ما يعني ايه السيفلس بتاع الضلع ده ما يعني السيفلس مش عارف ايه ما يعني ايه فهمت تكمل بدون ما نتكلم السيفلس بتاع 2 1 بتساوي 75 ولا ايه على ال كم 75 يعني 75 يعني ال بتساوي 4 طب الاي بتساوي كام طالما شغلت في الاليفيتد شغلت الاليفيتد وغالبا غالبا الحيطه بتبقى زي سمكين نفس سمك الارضيه صح كده يبقى احنا في الحاله دي بناخد الاي بكام 1 الاليفيتد القدام الكلام كله يا رجاله هيتغير الكلام اي هيتغير بس ان شاء الله في الاندر جراوند ماشي ليه لان الارض اللي احنا بنتكلم فيه الارضيه نفسها ما ينفعش تقل عن 40 سم بس ما نجيلها ان شاء الله المهم 75 في 1 ربع 75 بكام؟ 1 طيب احنا دلوقتي عندنا السيفلس بتاع 2 3 تساوي 1 على 4 هتساوي 5 20 هتجيب نحل على الطريقة اللي فوق نحل على الطريقة اللي فوق فوق الكاميرا اللي فوق كاميرا اللي فوق بس كده بتقرر انت تعمله الاستيفنس بتاع 3 4 1 على 4 هتساوي ربع الاستيفنس بتاع 4 5 1 8 8 7 8 7 5 مش لازم اوضح لك ان هو اللي فوق ايوه خلاص دي الاستيفنس نخش على كده على الديستريبيوشن فاكتور اللي هي الميو الميو دي بقى لازم اشتغل حوالين جوينت مش حوالين ضلع ملاش اعمل ضلع انا عندي كام جوينت هنا عندي ثلاثة طبعا مش هشتغل بالسيمترية عندي جوينت اثنين جوينت ثلاثة جوينت أربعة يبقى أنا عندي الميو اثنين بتساوي اثنين معلش اثنين واحد معلش ماس أنا دلوقتي ميو اثنين واحد هنكتب جوينت اثنين ماشي يبقى أنا عندي هنا ميو يبقى أنا عندي جوينت اثنين أنا عندي ميو اثنين واحد هتساوي ميو اثنين واحد بتساوي وإن المرة اللي فاتت ما تجيب الميو بساعة الزر بساعة الاستيفنس بتاعته على مدفوع الاستيفنس بتاع الجولد ليج يبقى هتساوي مليون انت بقى هتساوي بوينت 1 8 7 5 على 1 8 7 5 زائد 25 من مين؟ زائد ربع عارفين جت منين؟ 1 8 5 اللي هو ده ربع اللي هو ده شوف هيطلع بكام؟ 2 3 طيب عندي ميو 2 3 هتساوي بوينت 25 صح؟ على 25 على بوينت 1 8 7 5 زي بوينت 2 5 الكلام ده صح ولا لا؟ ولو انت ضامن حلك ضامن حلك انا لو مكانك الرقم بيطلع من ده اهو واحد ناقص الانسر وتحط له رقم ايوه بس لو متاكد من حلك ماشي كده؟ كام فوق كام تحت؟ ايوه 25 كام؟ 26 من 10 و بوينت 4 3 بوينت 5 7 طبعا الاثنين لازم يكون مجموعهم واحد طبعا انا عملت حوالي جوينت 2 تعمل حوالي جوينت 3 3 كنت تمام هتلاقي نص اصلا هتلاقي نص ونص غصب عنك بس المهم نكتبها ما عنديش مشكله جوينت 3 هتلاقي ميو 3 2 هتساوي ميو 3 4 صح ولا لا؟ ايوه هتساوي الربع على معلش الربع على ربع زائد ربع صح؟ ايوه اللي هي بتساوي ربع على نص نص طيب نخش على جوينت كام؟ 4 جوينت 4 هتلاقي الميو بتاع 4 3 لا مش بيساوي بعض ايوه هتساوي بوينت 5 7 ما انا قلت لك هنقعد نكرر طالما في اسم تاني نكرر 43 4 5 هتساوي بوينت 4 3 الكلام واضح؟ لغايه دلوقتي تمام؟ ماشي كده؟ كده خلصنا مين اليوم ماشي كده فاضل بعد كده فيكس النمو خش على الخطوه رقم 3 هنا يبقى الستنس الميو نخش على فيكس النمو انا عندي هنا كم مومنت عشان تبع فين عندي كم مومنت من 3 3 5 5 عشان 3 النص ام 2 1 ام 2 3 ام 3 2 ام 3 4 ام 4 3 ام 4 5 صح؟ 5 طبعا في حاجات كتير بتساوي بعض بس خلينا ماشيين كده نروح ماشيين صح؟ عايزين نطول على نفسنا نخش بقى على ام 2 1 هتساوي
قبل ما نبدا معلش هتاخدوا مع عقرب الساعه موجب ولا سالب؟ صح صح خلاص بس مش هشرح لكم مره كمان اللي تبدا بيه امشي بالغداد. يبقى انا عندي اول حاجه ام 2 1 ام 2 1 اهو نرسمها ولا نرسمها في النقطه والمومنت مع عقرب الساعه كده انا سوي صح ولا غلط؟ بس كده عندي مثلث كبير 20 ومثلث صغير 20. الاستاذ فاكر 20 بقى مثلث كبير ومثلث صغير كم؟ قول لا الثاني بينش اي مره دي اي واحده تحت البيتا واحده تحت. ايوه انا اجيب المومنت ازاي يا استاذ؟ معاك يا ربي لا لا قانون اللي هو بي ال تكعيب على 16 16 لا استاذ بس ما تزعلش انا فاكر على طول 15 20 30 خلاص الموزع الموزع 8 و12 يخلص الكلام. المثلث الصغير المثلث الصغير 117 124 904 بعد كده اهملها ما لهاش ايه الكلام نعم ايه يا والله خلاص يا مهندس خلاص خلاص بس 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 نجيب الثلاث حاجات اللي احنا خدناهم مره ثانيه. الاستاذ اللي عمال يتكلم فيكسد هنجد وفيكسد فيكسد فيكسد هنجد اهو فيكسد 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 هنجد وفيكسد فيكسد. اول حاجه ما يكون عندي في المثلث هنا وهنا في المثلث في حمل موزع وفي هنا حمل موزع مثلث صغير مثلث صغير في الاخر انا عندي الحاجات بتاعتي صح كده؟ اول حاجه ما يكون في مثلث فيكسد هنجد يبقى في الحاله دي ده بيقول لي تربيع على الله ينور عليك دبليو ال تربيع على 15 على 15 دبليو ال تربيع على 30 ودبليو ال تربيع على 20 دبليو ال تربيع على خلاص الكود يا اسطى ما كنتش هتبقى 8 على 12 و8 خلصت الكلام. هنا فيكس دبليو ال تربيع على 124 دبليو ال تربيع على 117 دبليو لتربيع على اهملها رقم على 4 بس انا مش بس كده ادوق عليكم تمام احنا دلوقتي عندنا حاله تعيد عباره فيها ها ايه الاخيره اللي هي الانتفاضه هنا الحاله تعيدنا مثلث كبير طبعا فيكس تنجد خلاص مش واضحه فيكس تنجد مثلث كبير ومثلث ومثلث صغير فاهمين انا بقول ايه؟ يبقى ال 20 الاولانيه اللي تربيع على 15 وال 20 الثانيه اللي تربيع على 117 خلاص؟ تمام طيب مع عقرب الساعه العكس عقرب الساعه مع عقرب الساعه يبقى انا عندي هتساوي 20 في 4 تربيع على 15 زائد 20 في 4 تربيع جاوبت عليك يا مهندس 117 على 117 4 تربيع اهي مش المتر مش الواحد مش الربع شوف الرقم ده يطلع كام طيب كده خلصنا ام 2 1 ام 2 3 هتساوي سالب سالب ام 2 3 ام 2 3 مش عايز ارسم ثاني ام 2 بتساوي دبليو اللي هي 23 75 في 4 تربيع على 12 صح ولا غلط؟ ايوه صح؟ ديستربيوت ها؟ سالب عشان عكس عقرب الساعه سالب 23 75 في 4 تربيع على 12 تمام عارف سالب ليه؟ وعارف 23 وربع ليه؟ وده بقى 40 على 12 لو استظرفت ثاني هطلع اكبر نخش بعد كده على ام 3 2 ماشي؟ ام 3 2 نفس الرقم اللي هيطلع نفس الرقم اللي هيطلع من فوق بس الاشاره موجوده مش هكتبه اصلا ام 2 3 ام 2 3 موجب 23 75 في ال 4 تربيع على 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 12 طب ام 3 4 ام 3 2 فيها هي هي لو خدت القطاع ده اهو لو خدت الضلع دي فوق اهو مش ميرور ملهاش دعوه ميرور انت عندك المومنت ده هو نفس المومنت ده بس ده سالب وده موجب فاهم؟ فام 2 3 سالب وام 3 2 موجب فنفس الرقم من كده خلاص؟ تمام طيب مش هنكتبها برضه ام 3 4 بتساوي
اما 4 3 بالمتر ام 3 ام 3 2 ام 3 ام 3 2 قيمه نفس القيمه ام 4 3 موجب موجب نفس القيمه لان هو محمد هو في سيمتريه زي ما قلت لكم أيوه. عشان كده لما قلت لك لو انت اشتغلت على نص الشكل بالظبط هيطلع صح تمام خلاص ايه كده طب ام 4 5 بتساوي سالب بس سالب نفس القيمه بتاع ام 2 1 ما تقعدش تحسب تاني ارقام يعني مثلا دي 300 مثلا ما اعرفش افتح كام يبقى اطلع موجب 300 على طول واضحه خلاص يبقى انا دلوقتي ام 2 3 الرقم ده طلع كام بقى؟ ده ارقام ولا ايش ارقام؟ ها؟ مانس اللي انت هيزعل مني انت عايز نكتب بال كمل طيب كام بقى الارقام؟ ولا محمد الله اي رقم 720 انت هتدور محمد رمضان لا عارف ما عارف 24 7 من 100 24 7 من 100 دور رقم طب 24 7 من 100 يعني خلاص بقى 31 67 بس طبعا دي سالب ده هتبقى موجب 31 67. طب ام هات معلش هات جنبهم ام 2 3 هي نفس ام 3 4 لا في فرق يا رجاله 3 4 ونفس ام 4 3 نفس ام 3 2 ونفس 4 4 3 4 3 ماشي كده فعلا واضح ولا مش واضح؟ طيب فاضل ام بقى كام؟ ام 4 5 2 1 سالب سالب 2 1 سالب 24.07 فاهمين؟ كده خلصنا الفيكس المهم تاخد الكلام ده تحطه في الجدول انا مش هكلم في جدول لان مش شغلتي أول حاجة بتعمل حاجة اسمها الجوين وبعد الجوين حاجة اسمها منبر وبعد المنبر حاجة اسمها ميور وحاجة اسمها فيكسد اند مود عشان نشوف الكلام ده قبل كده استراكشر ده شيء الجوين في المثلث دي طبعا مش خط واحد ولا خط واحد لا مش خط واحد وعندي ثلاثة وعندي أربعة، اثنين واحد تحت منها اثنين معلش اثنين تحت منها اثنين واحد واثنين ثلاثة، ثلاثة تحت منها ثلاثة اثنين وثلاثة أربعة، وأربعة تحت منها أربعة ثلاثة جدول ده النومن ديستريبيوشن يا جدع. بس دي العملية دي حاجة. بس. شوف بقى يا معلم فين اللي كان بيسال ميو الميو بتاع 2 1 كنا جايبينها ايوه حطها هنا الميو بتاع 2 1 3 ماشي خلاص افتكرتهم ما لو حليت شيء كنت افتكرت بس يلا تمام خلصنا كده تمام ظبط عايز اخش تكتشف النوم بتاع رمضان صح؟ ايه يا محمد الله مدينا ماشي في النوم عشان عايز اصمم كتاب انت سامع السكشن رقم اللي هو ده ولا السكشن ده؟ السكشن الثلاثة. اللي اشوفه بيتكلم تاني هطلعه بره. خلاص كده كويسين؟ انا استم عليكم اني مش شايف علامات حلوة عليكم والناس ما عملتش صوت. خلاص كده؟ اللي عايز يتكلم يتكلم. عايز
عندي هنا كم سيكشن؟ عشان تبقى عارفين بس الديزاين، عندي في سيكشن رقم 1، سيكشن رقم 2، سيكشن رقم 3، سيكشن رقم 4، سيكشن رقم 5، يعني 5 قطعات. الناس معايا؟ طيب دي المفروض تصممها. طب انا في الامتحان معيش وقت اصمم، هتصمم ايه بقى؟ واحد متر واحد اول حاجه لازم سيكشن 2 او 3 دي لازم تصمم منه قطعه. هو طبعا نفس المومنت بس مش نفس النورمال. ايوه تاخد المومنت الكبير في التنشن، يعني سيكشن رقم 3 ولا تصممه، فاهمين يا بولاد؟ طيب البوزيتيف اللي هو 20.18 والنيجاتيف اللي هو 28.77، ناخد سيكشن مثلا زي الكبير اللي هو سيكشن رقم 5 ونصممه. يبقى انا عندي الخطوه رقم 4 اللي هو موضوع الديزاين اللي هو سيكشن رقم 5. المومنت كان بتساوي 28.77، النورمال كان بتساوي 41.76. الكلام ده كله وركينج ولا غلط؟ في ناس بتغلط وبتغلط هنا. طيب بس اللي هو وركينج ماشي كده؟ الشيك ستريس، شيك ستريس وركينج. اما اجي احط الحديد يبقى نخش على بعض يلا. طيب باجي حاجه اسمها تي هتساوي جذر ام اللي هو 28.77 في 10 اس 3 على 3 من 10 مجوز سالب 30، مجوز سالب 20 عشان ما حدش يسالني كتير. انت حر تطلع بكام؟ 339. يبقى انا هاخدها 400. تمام حلو قوي. يبقى احنا دلوقتي السوق كده 450؟ ها؟ 349 يبقى 350 ماشي. انا جت معايا 390 ايا كان. دي بقى احنا بنعمل ايه؟ قرار كنا كاتبينه الاف دي هتساوي الام تحت 41.67. انا رايي ما اكتبش ما اضربش في 10 اس مستعد مش هتكتبها على التي تحت 350 او في 10 اس 3 على 1000، فاهمين انا بقول ايه؟ ايوه فبدل ما نضرب في 10 اس 3 ونقسم على 1000 ايا كان ينزل بعض موجب او سالب الام كام؟ 28.77 في 10 بس نسينا نضرب في 6 معلش 6 في 10 اس كام؟ اس 6 على الدي بتاعتنا 1000 في التي 350 تربيع. شوف لسه يطلع بكام؟ الموجب 1.52 1.52. خلينا في الموجب لان انا بخاف من التنشن خلاص ما تكسبش. 1.52 نيوتن على الملي متر مربع. خلينا بقى في اف سي تي ار لو هتساوي هو الدكتور قال لك 0.6 جاز اف سيوليوم 30 25 معرفش كام هو مصبب لكم واحد صح؟ ايوه ماشي. شوف بيطلع بكام؟ دي 0.6 ايوه ماشي 14 25 كام؟ ايا كان ايا كان يا حمار طن ما تعرفش على الرقم دلوقتي 234 ماشي 234 234. المهم خلصت الكلام ان انا عندي 1.5 اقل منه بنساه. تمام كده الخطوه دي تمام. وخلي بالك لو انت واحد بقى بره سيبك من الكليه ما تكلمش على الكليه انا لو مكانك انا ممكن اقلل القطاع كمان لان 1.5 اقل من 2.14 300 اقل منه بكتير فاهمين انا بقول ايه؟ الخطوه الاولى دي اللي فاهمها ماشي مش فاهمها كبر دماغها ساعتها اعمل ايه؟ اقلل 300 تي تي ما انا عارف دلوقتي انا بشيك على القطاع كام؟ 50. الاسترس اللي عندي تقريبا بتتكلم في 3 ارباع الاسترس ده. فانا انا متخيل لو انت حليت تاني على 300 على 300 هيسيبكوا معاه حتى لو تي جايبه اصلا. هو طبعا هي طبعا الغلطه هنا فين؟ ان الدكتور مثبت لكم 1.4 خد 4 مش ممكن يبقى 1.6 ممكن 1.8 فتلاقي الاسترس ده هتلاقيه 1.6 1.5 ايا كان ايا كان فاهمين انا بقول ايه؟ الدنيا تمام؟ عشان الكلام يا رجاله بره بره لو الاسترس بعيد لو الاسترس بعيد قلل القطاع فاهمين انا الخطوه دي؟ يعني معنى ان القطاع هتمسك بزياده فقلل القطاع شويه عديتها ماشي مع الهجمات خلصنا الخطوه دي هتخش نجيب مين؟ نجيب الحديد دي اكتر قطاع اللي هو اكبر مومنت اكبر مومنت اهو ايوه وشايف معانا فاهمين؟ بس شايف معانا على كام؟ على 350 والقطاع بقى على 300 خلاص؟ عدم سؤال؟ الحديد مش هتكلم فيه لان شغل الهاتف نضرب في 1.5 ولا دي اه طبعا اول حاجه في الستيج رقم 2 دي خطوه رقم 1 خطوه رقم 2 الام ام التم ان التم تجيب الاي بتساوي مع الان والقصه اللي بعد كده سواء بقى بالستريس او سواء بالستريس سواء تنشن 2 3 4 5